تستمر حلقات مسلسل حرائق محصول الحنطة في عموم محافظات العراق وسط عجز حكومي عن إيقاف هذه الحرائق. مزارعون وجمعيات معنية بالفلاحين تحدثت عن خسائر كبيرة نتيجة هذه الحرائق. إلى جانب هذا، وثق مزارعون من ناحية العظيم في ديالى وآخرون في ناحية الرشاد في كركوك وثقوا لحظات احتراق محاصيل الحنطة، نشاهدها معا. ابو ركان ابو ركان شو تقول ابو ركان؟ صور 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 يا رب سترك يا رب سترك. تسعى حريقية ولا كمل، بس ربك يقدر يطفيها. لا اطفاء، لا كراب، لا حزعة، لا شنو هذا؟ قدر من رب العالمين يا رب. هذه الحرائق أعزائنا المشاهدين سموها نشطاء عراقيون كرة النار المتدحرجة، وقالوا إنها تدحرجت إلى منطقة حاوي العلم بصلاح الدين. مواطنون أيضا وثقوا اللقطات الآتية وتظهر احتراق حقول الحنطة في تلك المنطقة. هي هاي مستمرة طبعا. هاي كلها شباب كلها.